مرحبا ببرج الثور. فالشخص ده غالبا منتظر منك انت رسالة، يعني هو كيتسنى انك انت اللي تراسله. وطاقتك حاليا، لازم اولا نقول الطاقة، طاقتك حاليا يا برج الثور هي طاقة حماسية، يعني حاليا انت مهتم بنفسك، بصحتك، باحوالك، بدراستك، بالشغل، هي اكثر شيء بالشغل. يعني بشوف انه في منكم عم بيدور على شغل، يعني هذه اهم اهتماماتك بهالوقت. يعني كأني بشوفك طالع من حاجة، يعني حاجة صارت معك، لأن عندي ورقة مقلوبة هون، كأنك طالع من غضب، من زعل، من تجربة، من شيء يعني زعلك كتير، لأن هاد الورقة هذه بتدل على الإدمان على شيء، يعني كأنك كنت مدمن على شيء، يعني كأنك مدمن تتكلم مع شخص حد ذاته، كأنك مدمن على حاجة كالشرب، كأنك عم تدخن، كأنك عم تاكل كتير، على الكلام، على الخروج مع حدا معين، يعني شيء يعني من هالشيء. فالورقة دي بتقول لك أنك أنت في عندك إدمان على حاجة معينة، ولكن بما أن الورقة جات مقلوبة، فهذا يعني أنه أنت الحين تخلصت من هذا الإدمان، سواء كنت مدمن على شخص، كنت مدمن على شغلة، كنت مدمن على الشرب، على التدخين، على الأكل، يعني أنت أدرى. وواضح أنه أنت طلعت من حالة الإدمان، لأني بشوفك مهتم بحياتك، مهتم بجسمك، بصحتك، بأكلك، بشغلك، يعني عملت تغيير في حياتك، تغيير جذري مبين عندي هالشي. وممكن هالإدمان يكون إدمان عاطفي، يعني أنت كنت مدمن على هذا الشخص، بتهتم به كتير، بتكلمه كتير، بتتصل فيه، بتحكوا، بتخرجوا مع بعض، يعني وبعدين حسيت انه يعني ما يستاهل هالاهتمام من تصرفاته، او من عدم اهتمامه، او من شغلات بيعملها، ولهيك انت عندي بالورق سبت ومشيت. يعني كان عندي هون طاقة المنفصلين، في عندي منفصلين هون، مبين بصراحة، مبين عندي هون انه انت اللي سبته، انت اللي سبته. فهون عندي الحبيب مختفي، ويعني ما في ظهور للحبيب، يعني انتوا ما شفتوا بعض من فترة، وما بتحكوا مع بعض، ولكن هو بيفكر فيك. في عندي هون ورقة بتقول انه هو بيفكر فيك. الحقيقة الحبيب عندي مبين انه بيحبك، بس في مشاكل، وبينده عليك كمان، بينده على السولميت بتاعه اللي هو انت، لانه بيحبك كتير، وهو حاسس انه مفتقدك جدا، وانك السولميت تبعه. هو حاسس انه انت الشمس اللي بتنور طريقه، ومفتقدك جدا جدا. يا برج الثور، انا شايفاك انك مسيطر على الموقف، وانت اللي سبت وتباعدت، لان الشخص ده زعلك في حاجة او ادانك في حاجة، ولكن هذا الشخص هذا يريد فرصة أخرى. الشخص هذا بيفكر فيك، أنت في باله على طول، ويريد فرصة أخرى، ولكن أنت مشيت في طريق، وعم تحاول تزبط حياتك من جديد وترتبها، وعم تحاول يعني أنك كذلك يا برج الثور توازن حالتك المادية. ممكن تكونوا مرتبطين، يعني في عندي مرتبطين، او في علاقة ثلاثية. بصراحة من خلال القراءات اللي شفتها، دايما بيطلع في علاقة ثلاثية لبرج الثور، مش من برج الثور، من الطرف الثاني.
بيطلع في علاقة ولادية، فممكن يكون في متزوجين وانت يا برج الثور بتحاول تاخد حقوقك المالية، لانه عندي ورقة مبين فيها انه الحبيب حامل احمال كثيرة على ظهره. ما بعرف اذا كان متزوج او انتو مرتبطين مع بعض، فانت ادرى بالحالة هذه، بس مبين انه الطرف اللي يعني الحبيب هو اللي بتزوج، مبين ومبين عندي انه كأنه حامل احمال. في الحقيقة هاي الأحمال عملاله تعب، وهو زعلان كثير لأنه ما بيكلمك، فأنت يا برج الثور مبين عندي أنه أنت مسيطر على الموقف، يعني عم تحاول تزبط كل شي صار، بس هو الحين يعني عم يحاول كمان يسيطر على الموقف. هو كمان بيفكر انه يعمل معاك توازن ويتفق معاك. فاذا كنتم متزوجين يعني وفي مشاكل حول النفقة، فهو الحين بيفكر انه لازم يتفق معاك ويعطيك حقوقك المادية، او حتى ممكن تكونوا متأثرين من الحبيب كأنه اخذ منك حاجة او اخذ منك فلوس وما رجعهاش، وفي مشاكل وانت متضايق من هالموضوع. فهون عندك يا برج الثور انك لازم تفكر في حياتك العملية وفي حياتك كلها بشكل مضبوط، وما تخليش المشاعر اللي طالعة نازلة تأثر على حياتك، لانه ما فيش وقت لخداع النفس. يعني لازم تمسك زمام الامور وتمشي مضبوط. فعندي يعني راح اعمل القراءة العامة، في عندك حظ، عجلة الحظ واقفة معك. يعني كيف رح أشرح لك؟ يعني ما رح أقول لك غير إنه عجلة الحظ واقفة معك، بس أنت لازم تشوف الأمور مزبوط، تشوف الفرص، تمشي مع الطاقة تبعك وتطلع من العزلة اللي أنت فيها. فعندكم ورقتين، انت يا برج الثور عندك ورقة بتقول لك خذ موقف، والورقة تبع الحبيب بتقول انه رح يعمل معك توافق. وفي الحقيقة عندي ورقة واضحة، انا بعترض على الازعاج يعني اللي بالشارع رغم انه بعيد، في ورقة بتقول انه الحبيب بحبك وبينادي عليك، يعني بينادي عليك على طول. وانا شايفاك انك تخلصت من الادمان، يعني انا بعتقد انه الادمان كان الادمان على الحبيب، يعني كنت بتحبه كثير، مدمن عليه وبتهتم به بزيادة، وانت عم تحاول تعمل توازن ما بين الاخذ والعطاء. الحقيقة الانسان هذا هو في الحقيقة عايز يكلمك ويقول لك قد ايه هو بيحبك ومشتاق لإلك. يعني بصراحة بشوف هون في علاقة ثلاثية، في يعني كأنه في علاقة ثلاثية لبعضكم، وهذه العلاقة الثلاثية هي اللي معرقلة هاي العلاقة تبعكم. وبصراحة هو مشاعره كبيرة تجاهك يا برج الثور، وبيفكر يبعث لك رسالة، ولكن بشوفه ماسك نفسه، يعني عم بيحاول يسيطر على مشاعره برد النظر انه يعني عايز يكلمك، مشتاق لك كتير، لانه هو يعني شايف انكم لازم تعملوا تسامح مع بعض، خصوصا انه حامل حمل ثقيل على ظهره، يعني كانها مسؤوليه عنده. يعني ممكن يكون هو هز العيله تبعه، ممكن يكون متزوج وبيحبك، ممكن
لبعضكم. عندي مبين العلاقة الثلاثية، هون في علاقة ثلاثية، في ناس عم يدعوا مشان هالشخص اللي اصلا في حدا جنبه عم يدعو بالزواج. كمان انا شايفاك يا برج الثور انت مستقر جدا يعني ومبسوط، يعني حالتك مستقرة مش مخضوض هيك، وكتدوز يعني بتقضي وقت حلو جدا وربنا فاتحها عليك وواقف معك. يعني قلت لكم عجلة الحظ معكم، وخصوصا ماديا ومستقر جدا، في خير، في خير مادي جاي بالطريق. فإذا أنت كنت حاسس إنه في مشاكل مادية عندك فاطمن، ربنا حيفتحها عليك قريبا جدا، اطمن. أو إذا كنت عملت أو داخل مشروع أو راح تعمل مشروع، ربنا حيوقف معك وحيساعدك، وكمان حتكون عندك وفرة بالمشاعر وحتحس إنه بالرضا، راح تحس بالرضا وحتبقى كأنه عندك قدرة إنك تقدر تسامح، وهذه هبة أو عطية من ربنا لإلك يا برج الثور. على طول بتظلموا برج الثور بتقولوا حظ وحش، لا، بلش الحظ يمشي معه وواقف معه. كمان انا بشوف يا برج الثور انه كانه انت كنت مدمن، يعني كانه كنت مدمن على حب هذا الشخص، وكنت بتديه كل حاجة، وهذا الادمان اثر على حياتك. ولكن يا برج الثور انا بشوفك انك طلعت من الادمان هذا، سواء كان هذا الادمان او ادمان الشغل، ادمان الاكل، يعني بشوفك طلعت منه. ولكن عندي يا برج الثور اني ربنا راح يوقف معك، وما راح تبقى خايف من الارتباط او من هذه العلاقه، وراح يكون في تسامح وفي رجوع كمان، مبين عندي في رجوع. ولكن انت محتاج انك تعمل حاجة، بصرف النظر اذا كان انت اللي لازم تكلم الحبيب، يعني لازم تاخد اكشن، لاني بشوف انه الحبيب مستني منك رسالة، هو متردد، هو بيحبك عايز يكلمك ولكن هو متردد، عم يستنى منك اشارة، والحبيب جيد وراء انه الاتفاق، يعني رح يتفق معك ويكون متوازن. فالحبيب عايز يكلمك ولكن هو خايف يكلمك بصراحة، هو حاليا بيحاول يمسك نفسه، ولكن هو عايز يكلمك لانه في ورقة انه منتظر انه انت اللي تكلمه، انت اللي تبعت له رسالة، انت اللي تعطيه اشارة، سواء على مواقع التواصل، لانه الشخص هذا بيراقبك على مواقع التواصل السوشيال ميديا، هو بيراقبك، او حتى هو مستني منك عرض اتفاق، تعرض عليه اتفاق، عرض، يعني شيء، فهو مستنيك انت، هو عاوز يكلمك بالرغم من انه بيحاول ما يبينش لك هاد الشيء، يعني ما يبين لكش هذا، وبيبين انه مدي لك ظهره، يعني في حالة اذا يعني هو ما بيحاول ما يبين لكش هاد الشيء، لانه ممكن يكون متزوج او في ارتباط، يعني ممكن تكون في علاقة ثلاثية، بس هون في عندي من الكون في علاقة ثلاثية، بعد شوي رح ادخل اشوف
شو راح يصير في هالعلاقة الثلاثية اللي عندي هون، مبينة واضحة هاي الورقة راح بينها شوي. شفتوا؟ لأنه في واضح في طرف ثالث بينكم، واضح موجود طرف ثالث لبعضكم. في كل الأحوال هو متواصل معك روحيا وبيفكر فيك، بالرغم من إنه ماسك نفسه عن التواصل معك وعلى إنه يخبرك بمشاعره. بالحقيقة الحبيب مبين عندي إنه زعلان عليك، مو زعلان منك بس زعلان عليك، يعني هو مشتاق لك كتير، يعني كأنه هو حاسس إنه أنت طنشته، مش مبين له أي شيء، كأنه أنت ما عدت تحبه. هو عم بيشوف إنه ما في أمل، إنه أنت خلاص تجاوزته، تجاوزت هالحب وهالشيء، كأنه القصة انتهت. هو حاسس إنه أنت مش عايز تعمل اتفاق معاه، مش عايز تكلمه، ودي مش حقيقة بصراحة. عندي ورقة بتقول إنك بتحبه كثير، بتحبه لهالشخص، برغم من هالشي أنت مختفي، يعني كأنه أنت ضايع. الحين عم تحاول تزبط حياتك، عم تحاول تزبط أحوالك، برد النظر إنه في حزن موجود جواتك. أحيانا عم تحس بحالك وحيد، كأنك مخنوق وما عندك رغبة تعمل شي، برد النظر من كل هالشي، بس أنت بتحبه لهالشخص. في عندك ذكريات حلوة عم تذكرها، عم تتذكره، هو موجود ببالك، لحتى تقول نسيته ساعات بتلاقيه جوات بالك من جديد. فأنت بتفكر فيه جدا وعاوز ارتباط واستقرار وحياة سعيدة، ولكن حاليا بشوفك الحمد لله مستقر أحسن من اللي قبل، يعني تحسنت أحوالك بالمقارنة، نفسيتك بالمقارنة مع قبل. وطبعا دي قراءة عامة، كل واحد عارف ظروفه إيه، فعندي هون طاقات كثيرة عم حاول أظهرها لإلكم. ففي الحقيقة هو مستنيك تعمل أي شيء، هو مستني إنه يعرف إنك مهتم، لإنه يائس، حس إنه أنت نسيته، أنت كأنك مختفي. فإذا كان أو إذا كنت ينفع، يعني بدك أو هيك فرصة تانية، تعطيها الفرصة، ممكن تبعث له رسالة تتواصل معاه. بصراحة هو مش رح يحاول يبين مشاعره الفترة اللي جاية، في لخبطة شوية في الكلام، لأنه أنا عم حاول أتكلم بطريقة تفهموها، لأنه اللغة تبعي ما رح تفهموها، لغتي الأصل. الحقيقة هو رح يحاول يعمل معاك الصح، فإذا كنتوا بتشتغلوا مع بعض يعني رح يعمل معاك الصح. فإذا كنتوا متزوجين أو في ارتباط أو منفصلين وفي نفقة وفي شيء هيك، هو رح يعمل الصح ورح يعطيكم حقوقكم. أما من ناحية الحب، يعني هو بيحبك أنت، مستني السولميت تبعه اللي هو انت، مستنيك تبعت له رسالة، اشارة، شغلة هيك. فيا برج الثور، الحبيب حاسس انك ما عدتش بتحبه، فهو لازم تحسسه انك لسه بتحبه اذا كنت بدك ترجع العلاقة، يعني لازم تعطيه اي اشارة. فحاليا انا شايفاك انك سعيد ومستقر وعندك العشر كوبايات من غيره، فهو ده الشي اللي قلقه. وانا حاليا شايفاك يا برج الثور انه الشهر ده راح تكون حلو جدا، لانه في اشياء ماديه جاياك، هي حلوات، هي اشياء حلوه كتير. في الحقيقه دي مش قراءه عامه، بس يعني ده الشي اللي ظاهر عندي بالورق. ومن ناحيه الحبيب راح يكون في تواصل كبير بينك وبين الحبيب، لاني انا شايفه انه انت حاسس فيه وبتشعر به جدا. فانا بشوف انه ربنا ساعدك الفتره اللي فاتت،
من خلال الشيء اللي صار معك، وأصبحت شخص عنده مواهب، وتخلصت من الإدمان اللي كان عندك، سواء كان إدمان الحب أو إدمان الشغل أو إدمان الفلوس الكتير أو إدمان الكلام. فأنت طلعت من الإدمان ده وربنا ساعدك فيه. وحقيقة يعني الحبيب ما رح يبين مشاعره، لأنه بصراحة واخد على خاطره، وبصراحة هو عايز يعمل توافق معك، ولكن هو مستنيك أنت تبعت له رسالة أو تعطيه إشارة. فإذا كنت أنت ينفع تبعث له رسالة فما تترددش، وهذا الشيء حسب ظروفك، لأنه هذه قراءة عامة، فأنت ناضج وبتقدر تأخذ قرارات وتعرف شو الصح لإلك وشو اللي مو منيح لإلك. وبصراحة لو عايز تنتظره ممكن تنتظره، بس يعني عندي هون مبين إنه هو بينتظرك، هو اللي بينتظر إنك تكلمه، إنك تبعث له رسالة، إنك تعطيه إشارة. بالنسبة للعلاقة الثلاثية اللي قلت لكم راح أرجع لإلها، بصراحة أنا عم شوف إنه أنت الطرف اللي بعيد، يعني أنت خرجت من العلاقة دي، وعم شوفك عم تدعي الله، عم تدعي الله مشان يرجع لك الحبيب، وعم شوف هون دعواتك مقبولة، يعني في عندك يعني ورقتين، وفي ورقة ثالثة يعني في الجهة تبعك، تبع الدعاء، دعائك مقبول. كمان كأنه الحبيب متزوج، يعني كأنه هون متزوج، أو ممكن يكون مرتبط مع شخص، يعني غير الثانية اللي وريتكم قبل شوي. شو حكاية العلاقات الثلاثية؟ رح شوف في عندك معجب، رح يجيك معجب جديد، لكن انت ما بتشوف الفرص اللي عندك، انت بتشوف الحبيب بس، مبين علاقة الحبيب والطرف اللي معه مو منيحة، يعني كأنه علاقة جسدية، كأنه ما في حب، كأنه الحبيب مش مرتاح، لأنه الورقة اللي طلعت لي هي هي. يا برج التور، شو حكايتك يا برج التور؟ برج التور انت طالع لك هالرقم، شو حكايتك يا برج التور؟ مبين عندي لي الحبيب راح ينفصل، يعني مبين عندي في مشاكل، في كأنه في عنده تحديات وأحمال. طلعت عندي ورقة إجابة الدعاء. يا برج التور، يا برج التور، شو هالحظ، شو هالحظ اللي موقف معك، شو هالحظ يا برج التور؟ يا إلهي شو هاد، تكون والله ما شفت الورقة. يا برج التور طلعت عندي ورقة إجابة الدعاء مع ورقة الزواج من الشاب اللي بتحبه. خلاص يا إلهي، والله فرحتني هالورقة، والله هالقراءة حلوة، أنا حبيت هالقراءة. بس في شغلة بدي أحكيها هون، شفتوا في عندكم معجبين، بس راح العملية راح تاخد وقت، راح تاخد، لأنه كيف ده بتشوفوا الطرف الثالث، يعني العلاقة مش منيحة مع الحبيب، يعني في فتور، كأنه في علاقة جسدية موجودة، كأنه في مشاكل، يعني ما بشوف يعني انه في ترابط، في حب، يعني الحبيب بيحبك انت يا برج الثور، الحب لإلك انت، الحب وانت الاصل، انت الاصل، انا طالع عندي انت الاصل، انت الاساس. في القراءة هذه في يعني شغلات مده، قراءة يعني مميزة، يعني الورقة دي تطلع من جديد. والله 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 انا مستغربة، يعني الورقة دي يعني فيها المشكلة، في عندي عند يعني ثلاث علاقات ثلاثية، كل واحدة يعني في جهة، بس هون هاي العلاقة الثلاثية تكللت، يعني
في دعاء، في رغبة داخلية، يعني توجعتوا كتير، يعني كأنه ما عندكم أمل، ما عندكم، بس في 3 ورقات يعني تبع الدعاء، يعني عندي في 3 ورقات تحت، يعني عملت الورق فوق ورق، في 3 ورقات كانوا طالعين عندي، هم في جهتك أنت، وأنت عم تدعي الله وشان الحبيب مع الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الأذان طلعت لك ورقة إجابة الدعاء مع الزواج، ورقة الزواج من الحبيب نفسه، من الحبيب نفس من الحبيب. الله يتمم بخير إن شاء الله. شوف ماشي، برج الثور في عندك حظ منيح 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 ورا هالورقة إجابة الدعاء، في زواج، بالله استنى رح نمشي هون. في حياة سعيدة يا ربي، دخيلك يا دهر، بعد الزواج راح تكون حياتكم سعيدة، والله والله ها الورق طلع عندي، تبارك الله وصلى على النبي، في إجابة الدعاء، يعني في شو طلعت عندي حتى الورقة تبع الثلاثية، يعني راح يكون زواج بعد العلاقة الثلاثية، في استجابة الدعاء، وراح تكونوا راح تكوني سعيدة أو سعيد، في بصراحة يا برج الثور الأوراق ديالكم كتير حلوة، أنا تفاجأت منها كتير والله. في عندي إجابة دعاء، عندي في رجوع، يعني عندي هون في طاقة رجوع، في طاقات كتيرة، عندي أشخاص من الماضي، يعني في حب موجود، بتمنى لكم السعادة، وتكون هاي القراءة انطبقت عليكم. ما تنسوني من الاشتراك واللايك، وتضغطوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وفي النصيحة تبعكم، الورقة بتقولكم استمروا في الدعاء وفي التحسينات المالية، ولا تقولوا شي للحبيب قبل ما تكونوا متأكدين منه وراضيين انكم بدكم اياه، سواء كان بدكم تنفصلوا او بدكم تكملوا هاي العلاقة.